أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا في بلادنا إذا توفي أحد يقوم الناس بإعلان وفاته في المسجد عبر مكبر الصوت، يجتمع الناس لغسله وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه، فهل يعتبر هذا من النعي المحرم؟ لا، هذا فيه مصلحة للميت ومصلحة للناس يحضرون يصلون عليه ويشيعون، هذا مقصود به غرض صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي يوم موته لأجل الصلاة عليه والدعاء له، فهذا ليس من النعي المحرم.